في منطقة رفح يتخوفون بالفعل من أي يعني تدخل عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة التي باتت تؤوي أكثر من 1,500,000 نسمة، وهم في الحقيقة يشعرون بهواجس كثيرة إلى أين يمكن أن يدفع بهم الجيش الإسرائيلي في حال دخول بريا إلى منطقة رفح. هل سيذهبون باتجاه منطقة خان يونس بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في هذه المنطقة، أم سيسمح الجيش بعودة السكان إلى مناطق الشمال؟ عمليا هذه التفاصيل ما تزال مبهمة، وهم يعني فضلا عن كل ذلك يعيشون أوضاع مأساوية قاسية، وهناك يعني ترقب كبير في أوساطهم إما باتجاه الإعلان عن وقف إطلاق النار ونجاح المفاوضات التي تجري حول هذا الأمر، أو أن ينقلب الأمور أن تنقلب الأمور الميدانية سوءا ويتدخل الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح، على اعتبار بأنه هذه المنطقة الآن يستخدمها الجيش الإسرائيلي كورقة ضغط، يقول بأن هناك خلايا لحركة حماس يجب تفكيكها، هذه آخر معاقل حركة حماس وهناك أنفاق، وفي الوقت نفسه يسعى للوصول ربما لشروط أحسن أو أفضل فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار. لذلك نجد أن الأنباء دائما متضاربة فيما يتعلق بهذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بهذه المنطقة، منطقة رفح ومحور فيلادلفيا. لكن على أي حال المواطنون في هذه المنطقة يعني ينتظرون هذا المصير المجهول، ويعني ينخرطون في معركة الحياة اليومية، البحث عن الغذاء والمياه وكل مستلزمات الحياة التي باتت شبه مستحيل توفرها في هذه المناطق، وغلاء الأسعار الفاحش في ظل انعدام يعني الكميات الكافية من دخول المساعدات إلى هذه المنطقة. المؤسف بأنه بعض حتى الأنباء التي وردت عبر مصادر محلية بأنه عدد من نحو تقدر بنحو 8 شاحنات تعرضت لسرقة من قبل بعض العصابات اللصوص كانت في طريقها إلى منطقة شمال قطاع غزة تحمل بعض المواد الغذائية، وتم سرقته. هناك حالة فوضى وهناك حالة من يعني تدافع بعض المواطنين الذين ينظمون أنفسهم على شكل عصابات، حينما تمر شاحنات المساعدات يقومون بالسطو عليها. لذلك هناك حاجة كبيرة اليوم ومطالب بين أوساط المواطنين لتدخل أي عناصر أمنية أو شرطية لهذا الأمر، رغم أنه فضيلة عدد من الشاحنات التي تصل عبر وكالة الغوث أو منظمات إغاثية ترافقها عدد من القوات الشرطة، إلا أنهم أيضا يتعرضون إلى الرشق بالحجارة وتتعثر مسارات يعني طريقهم إلى إيصال هذه المساعدات إلى المستودعات والأماكن المخصص لتوزيعها. لذلك التعقيدات كبيرة في منطقة رفح، هذا الاكتظاظ المهول بالنازحين والأوضاع المأساوية سوءا تجعل مستقبل هذه المنطقة يعني جدا سيء، في ظل أن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة سواء في شمال قطاع غزة أو في وسط مدينة غزة، التي في الساعات الماضية شهدنا غارات تتجدد على مناطق الشمال والقناصة، وأيضا عدد من الأليات ينتشرون في محيط المناطق الغربية في مدينة غزة، هناك عدد كبير من الإصابات، وأيضا رفح التي أيضا ما تزال القوات الإسرائيلية تحقق بعض الأهداف العسكرية فيها من خلال الجو، هي تمهد ربما لإنجاز بعض الأهداف من خلال هذه الغارات التي تشنها سواء على منازل مأهولة أو على الشريط الحدودي، وأوقعت خلال 24 ساعة الماضية 26 قتيلا في استهداف لـ3 منازل، فضلا عن غارات متفرقة طالت مناطق المحافظة الوسطى.